بطل بغيت نسولك في المو محبا. ريكو وهشام الملولي كاينه واحد الخرجه دابا اعلاميه كلشي كيتكلم على هاد المقابله كلشي كيتكلم على هاد النزال اللي ما عرفنا واش غيكون ولا ما غيكونش. انت كبطل اولمبي عبد الحق عاشق شنو تقدر تقول لنا مثلا في هاد المساله؟ وعلى القضيه ديال كبطل اولمبي الملاكمه الانجليزيه اولمبيا الفول كونتاكت ولا الكيك بوكسينغ الرياضه ماشي اولمبيا. الملولي انا شتي خرجات شي ناس يخرجوا شي خرجات على قبل الملولي راه بغى يلعب مع ريكو راه علاش ما يلعبش معاه؟ يلعب معاه خصنا نشجعوه وهو عنده تقول كان عندي امكانيات انا تندير فول كونتاكت تندير كيك بوكسينغ لا هذه الرياضه ماشي اولمبيا رياضه فنون الحرب رياضه القتاليه و تتقاتلوا تقول لك انا غندخل انا غادي نمشي باش غنتقاتل معاه راه هي ما فيها حتى شي مشكل يمشي يطلبوا ويشوفوا لي سبونسور ويديروا واحد السته مقابلات معاه وتكون المقابله ديالهم هي الصواريه ديال الكالا ويلعب معاه. حنا ما كرهناش الملولي يلعب معاه وياخذ لنا ديك لاسانتير اللي عنده وياخذها لي وزعما حنا تنشجعوه وتنعاونوه باش وتنطلب من الجمهور المغربي باش يعاونوا حنا بحال هذا الشاب هذا اللي باغي يلعب وطموح وزعما الواحد اللي ما تيخافش. حنا ما كرهناش يكون عندنا في البوكس بحال هادو اللي ما تيخافوش اللي يكون تيقول لك انا باغي نطلع باغي نمشي باش ناخذ ميداليه راه قلال في تلقى بحال هذا. وشكرا للسي ملولي وتنتمناو لك التوفيق وحنا ما كرهناش نتسناو هذه المباراه والله العظيم وتاخذ ان شاء الله نشاط الشامبيون دي موند وتجيبها للمغرب. علاش ما تربحوش؟ علاش ما تربح نلعب معاه؟ علاش؟ العب مع بدر هاري، بدر هاري وقع لي بليسير هذاك هو اللي تسبب لي في هذاك لي بليسير هو اللي وقع مع بدر هاري كان يديه بريمير روند، بدر هاري كان يصفي عليه بريمير روند يحيدو. والملولي تنشكرك بزاف على الشجاعة اللي عندك وتنتمنى لك التوفيق وتنطلب من الجمهور المغربي باش يعاونوك ويساندوك. وحنا تنتسناو هذه المباراة إن شاء الله تنتسناوها وفرحان باش نلعب معاه وتربحوا لينا. تبارك الله قسم الملولي تبارك الله يكون الي انت غتكون هو المدرب ديالو؟ لا غنعاونو من بعيد انا ياك نعاونو نشجعو نطلب الله يربحو الله يعاونك هشام الله يعاونك الله يسهل عليك نبغيك تربحو.